كديري لاباس عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هاد جوج حليوات كما عودتكم دائما. اللي صابلي خلي لكم جوج شكيلات. انا هاد جوج شكيلات عندي عجينه الصابلي ديجا عجنتها معكم شحال مره في القناه، اللي هي كندير فيها جوج كيسان تاع سنيده وربعه الزبده، جوج كيسان تاع سنيده، وعندي خماره واحده، زيت جوج كيسان وربعة البيضات، وكنكه باش ما بغيتو كتنكهو نتوما بالناطا ولا اللي بغا يجيبكم. الشكل الاول محتاج واحد شوية كاوكاو اللي حمرتو فسختو. هنا غنشد هاد الشكل الاول غنديرو على شكل غريبة صغيرة قد البية، وكنعمر هداك الكاوكاو محمر. كنكورها قد البية كي تشوفو معايا في الفيديو. نعاود معكم واحده اخرى باش تشوفوا الفكره مزيان. كنستمر على هذه العمليه تتكمل جميع الغريبه اللي عندي. نتوما عمرك باللوز او اللي يعجبك او بالزبيب او اللي يعجبك، انا كنفضل ندير فيها الكاوكاو. هنا تقدروا تزيدوا شويه مايزينا في العجينه باش تجيكم هشيشه بزاف، او تزيدوا شي كاس تاع مايزينا، الافضل تزيدوا. انا درتو غير ما ذكرتوش، نستمر على هذه العمليه تنكمل الغريبه اللي قلت لكم. هذه هي الغريبه اللي صورت معكم كتشوفو فيها هي هادي. غندوز للصابلي التاني، صابلي عادي دوا زيتي اقتصادي ودغيا تيوجد. هنا كنشدي ديك العجينة قصدتها على جوج، نزيت منها واحد شوية واحد الربع ديالها، غنزيدها بودرة الكاكاو، ندخل فيها ديك بودرة الكاكاو تولي بنية غير باش نزوق. هنا انا عندي هاد الطبع باش غنطبع، نتوما تبعوا باي طبع عندكم. انا كندردر شويه الدكيك، كندلك داك العجين ديالي مزيان. نتوما ما ديروهاش قاصحه، ديروها مرخوفه شويه باش تخليوها فين تزيدوا هاد الدقيق.
كما قلت لكم هذه هي الغريبه وداك الشكل اللي صوبت معكم الصبري الثاني. دابا غنخشيهم في الفرن تيتحمروا من بعد نجبدهم ان شاء الله. بعد ما تحمرت ديك الغريبه الصغيره اللي درت بهذا الشكل. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up.